تاخد فلوس ومصمم تبيع ليمون. يا جماعه انت اسمك ايه؟ يقول لي احمد. انت منين يا احمد؟ انت عايز تصورني؟ لا والله انا اتبسطت منك لان انا عرضت عليك فلوس. يعني عايز تصور ده بجد كده؟ اهو انا بصورك. انت جميل يا احمد. انا عجبني ان انا لما قلت لك خد فلوس وما قلتش اخد الليمون، قلت لي ولا 50 جنيه حتى خدهم، انا عايز 15 جنيه وتشتري مني ليمون. مين اللي علمك بقى تعمل كده؟ نفسيتك انت. ما تاخدش حاجة من حد؟ لا ما تاخدش حاجة من حد. يعني عندك مثلا ابوك او امك؟ ده ابوك وامك موجودين؟ متوفين في حادثة عربية. ابوك وامك توفوا في حادثة عربية هما الاثنين؟ وانت عايش مع مين؟ ومين بيربيكوا يعني؟ مين عايش معاكم؟ اخواتك. قد ايه؟ اسلم. يعني انت الكبير كمان؟ يعني انت كبير. اخواتك انتوا كام اخ؟ الولد والبنت دول قد ايه اخواتك؟ الولد والبنت دول واحد، البنت عندها 8 والولد عنده 7. وابوك وامك اتوفوا وسابوكوا لوحدكم؟ مش عايشين مع قرايبكم طيب، او مع ستك او مع سيدك، مع اي حد؟ عايشين فين؟ عايشين في مركز بدر. فين؟ مركز بدر. وانت بتشتغل في الليمون؟ طب بص لي. طب وانا بكلمك طيب، انت مكسوف؟ ليه مالك؟ طب انت بقى قول لي ايه مشروع الليمون ده، احكي لي عملته ازاي؟ عملت انا واخواتي عشان نصرف على نفسي. يعني انت واخواتك اتفقتوا تعبوا ليمون وتبيعوه، والشغلانه دي ماشيه كويس بقى معاك؟ يعني بتبيع مثلا قد ايه ليمون في اليوم كده؟ حلو. 20 دول ب 300 جنيه يعني. يعني تطلع لك كام يا عم؟ انت رجل اعمال بقى يا عم، بقى مش قدك يا عم. طلع لك كام كل يوم كده؟ طلع لي 55 جنيه. اخواتك كل واحد زي كده. اخواتك برضه بيبيعوا؟ اخواتك البت ما بتطلعش، بتخافوا عليها؟ اه. واخوك ده عنده قد ايه قلت لي؟